حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا يا رسول masih berada di luar tenda agar segera memasuki tenda, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan pembacaan Maulid Simtud Duror. Sekali lagi kami beritahukan kepada para petugas pembaca Maulid Simtud Duror untuk segera berada di panggung. Terima kasih. Bapak ibu hadirin hadirat jamaah manaqib kubro dan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari kita sama-sama baca maulid Nabi kita Simtud Duror kepada yang masih merokok istirahat dulu, tapi kita teruskan lagi. Baik, kita mulai. Ila hadirin Allah sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila wali dia ibadi riyadi wa jama azwaj khususan la sidiatina Khadijah al kubra wa Aisyah ridha dan jama wa ikhwanihi wal anbiya wa mursalin awliya wa syuhada wa salih wa sahabat wa tabiin wal ulama wa sanib al jama wa ashabihi wal hajar al ansar sayyidina Abu Bakar Siddiq wa sayyidina Umar bin Khattab wa sayyidina Utsman bin Affan wa sayyidina Khusus ila ruhi sayyidina Ali bin Abi Thalib bin Dharma wajha ila hadratis malaikat maghribina jibril wa mikail wa israfil wa izrail alaihi salatu wassalam sayyidillahi rahmal fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Ila hadratin sayyidina ar-rahisina rabbi rasulina al-imam al-qutub al-habib ali bin muhammad bin husain al-habsi qurasira ila hadratin sayyidina ar-rahisina rabbi sayyidina sahibil jasa sintidran sayyidina
Al-Habib Anis bin Ali bin Ali Al-Hasi Qadasirahum بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلى جميع الله الأولياء الذين يكبرون في جزيرة بليتهم خصوصا لرهيسنا ونسيقنا وتنجم ونسيرهم إلى جميع رأي مسيحنا مسيح مسيحهم Bila jemar wa ya baina wa hadna jirat jadatina Bila jemar wa kubur wa muslimin wa simar wa minin wa minat Syai'u lillahi lahumma al-Fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على أشرف بدر ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أهل الورى من ذاتك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل ما بالتقى تحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم
التفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما لقد جاءكم رسول من أنفسكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم أشرف الصلاة
سيدنا المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شأنه خلق الخلق لحكمة وانطوى عليها علما وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقدار القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت سرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعبرت بوجودها أكناف الوجود وبرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الخاتم والتسليم على سيدنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى تجلى الحق في عالم القدس الواسع تجلى ينقضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فالحمد الذي لا تنحسر افراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من علم الإمكان صورة هذا الإنسان يتشرف بوجود ثقلان وتندشر أسراره في الأكوان صلوا على النبي محمد فما من سن اتصل به قلب منيب إلا من ثواب فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام ونوالى جل من شرف الوجود بالنور غمر الكون بأبجة وجمالا قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لا حدثه العيون فيما اجتلت بشرا كاملا يزيه الضلالا وهو من فوق علم ما قد رعته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من غدرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويحال في تناقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والزهور ما ملأ وجود الخلق النور فتبارك الله من إله كريم
بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وأنت لوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان وتصديق الشواهد وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سرجا وقمرا منيرا فما أعظمها من نعمة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبحر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتوصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتوصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتوصل بها روح المصلي عليه به وينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويختب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيئوا خلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عبر الأكوان بنشر ذكراه النسيم.
اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على عليه. فحين قرب أوان وعي هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب، وامطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثيج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد. سبحان الله والحمد لله ولا والقدرة كشفت غناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور، وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواف الأمة أن يهضر عند ودعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السباق الممدود. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فذا الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن أمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى وسلم وبارك عليه. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول
Allah bi barakatil hadi
محمد يا الله واهدينا نهج سبيله يا الله كي به نسعد ونرشد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا بلغنا بجاهي يا الله في جوار خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله توشى يا محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل ليل يتجدد يا صلي على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم اشرف الصلاه والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولقد اتشرف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق أن كتابته بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللبث المحتوي على المعنى الجسل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة مؤجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مشهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائش الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف الشخصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وثعنه وله الأولى في مجده ومكانه أوصاف عند قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهام عناني وقد انبسط القلم في تدوين ما فاده العلم من وقاع مولد النبي الكريم Amen.
صل على حبيبنا وسبينا وقرة عيننا سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم وعلى آله وصحبه. Bapak yang dari Belitung, dari ibu yang dari Belitung, silakan sholat isya di masjid yang Beltim sudah tadi jamak takdim maghrib dan isya. Iya bu, sudah sholat. Ya sudah. Yang belum sholat silakan sholat di masjid.